طبعا كان يوم عادي مثله مثل باقي الايام. فتحت الجوال الصبح بدي اتفقد الرسائل، بدي اشوف شو في شيء جديد عم نشتغله. بتفاجأ بنداءات استغاثه كانت عم تتوجه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من اعضاء الدفاع المدني ومن نشطاء بمدينه خان شيخون. كانوا عم يحكوا عن انه بدهم السيارات اسعاف، بدهم اي حدا يروح للمدينه حتى ينقل المصابين، انه في غازات سامه وانه في كثير مصابين وناس واطفال بالاراضي. بعد ما صورت شوي بالمركز واخذت شهادات من اطباء وعناصر من الدفاع المدني، توجهت مع زملائي حتى اوثق مكان سقوط الصاروخ اللي بيحوي مواد سامه. بقيت بالموقع اقل من دقيقتين وانصرفت. اثناء مغادرتي، بعد مغادرتي الموقع بدقيقتين كمان، انا كان معي سياره فعرفت انه انصبت. انا بلشت اشعر بالغثيان، ارتخى عصبي، صرت ما بقى احسن بسيطر على السياره. فاحد زملائي بارك جنبي قلت له انا تسممت، سوق عن السياره، ما بقى احسن كمل. وصلت ساق فيها، وصلنا لمركز الدفاع المدني. قاموا العناصر بنزع الملابس وخسروني بالمي. كانت الاعداد الاصابات كبيره والمركز مو هو مجهز حتى يستقبل هيك حالات. كان في جهازين رزاز فقط، يعني نحن كنا 6 اشخاص، كانوا جهازين رزاز نحن نتناوب عليهم، كل شخص يحطونا جهاز رزاز دقيقه او دقيقتين. بعد حوالي ساعه بلشت الاعراض تكبر وصارت يتفاقم وضعنا. ما كان في سياره اسعاف مجهزه بالموقع، كان في سياره عاديه. قام مدير مركز الدفاع المدني بنقلنا لمعره النعمان. مثل ما بنعرف انه قبل الاستهداف الكلور بثلاث ايام، المشفى الوطني اللي هو اكبر مشافي محافظة ادلب تم تدميره بالطيران الروسي. مشفى معره النعمان ما حسن يستقبلنا، كان السم قد يعني دخل بجسمنا بشكل كبير. قال انه لازم تاخذوه لمكان ثاني بدون عنايه كبيره. تم نقلنا لمشفيين ثانيات داخل مدينه ادلب، وضعوني بالعنايه المشدده لمده 24 ساعه داخل العنايه المشدده. كانت المعاملة جيدة، كانوا الأطباء كثير مهتمين، يعني كل بسبب الوضع السيء كان الطبيب كل 5 دقائق يعطينا إبرة، فتح لي مكان باليد عن الوريد، فكان يعير الساعة كل 5 دقائق يعطيني حقنة بالوريد.